طيب اهلا بحضراتكم من جديد. في اطار الحديث عن مباراه الاياب ما بين الاهلي والترجي، خليني اخد عبر سكايب مداخله غايه في الاهميه مع الاعلامي التونسي الكبير بديع بن جمعه عشان نتكلم معاه عن سواء مباراه يعني الذهاب او مباراه الاياب. يا استاذ بديع اهلا بيك، منورنا ومشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. شرف كله ليا كابتن امير، مساء الخير مساء النور، تحياتي ليك ولكل الاهلاويه وكل المصريين بطبيعه الحال. اهلا بيكم، منورنا بكل تاكيد. عايز اتكلم معاك في اكتر من جزئيه، بالتحديد بخصوص مباراه الاهلي والترجي او مباراتي الاهلي والترجي تحديدا. فخلينا نبتدي بمباراه الذهاب، كيف رايت هذه المباراه وكيف رايت نتيجتها من وجهه نظرك؟ هو دعنا نتفق بداية أنه للأسف القمة لم تفي بوعودها فنيا، هذا على الأقل بالنظر لما حدث قبل بداية المباراة، تأخير موعد انطلاقها بسبب ما حدث في مدرجات ملعب رادس أو حتى خارج ملعب رادس، مما جعل المباراة تتأخر ساعة، وهذا أثر كثيرا على مردود سواء كان لاعبي الترجي أو لاعبي الأهلي. واضح جدا أنه اللاعبين كانوا متأثرين جدا بتأخير المباراة بساعة، وهو ما أثر على الفرجة وعلى القمة الكلاسيكية للكرة الإفريقية. كنا ننتظر مباراة أفضل على الأقل من الترجي. الأهلي في الأخير حقق المهم بالنسبة لي، وهو تسجيل هدف في رادس والعودة للانتصار في رادس، ملعب ينتصر فيه كثيرا في السنوات الأخيرة منذ 2012 تقريبا. الترجي تمكن في مناسبة واحدة من الفوز على الأهلي في ريمونتادا التاريخية، لكن باستثناء ذلك الترجي كان دائما يجد صعوبات عدة أمام الأهلي. ولو أنه قبل المباراة كنت أتوقع أنه الأهلي لن يكون في أحسن فورما، لكنه سيعرف كيف يلعب في رادس، لأنه متعود فريق الأهلي وأنه يلعب جيدا في رادس أو سيئا، فأنه في الأخير يخرج بنتيجة إيجابية باستثناء فاينل 2018. يعني الصعوبات كبيرة للترجي في خط الهجوم خاصة، جعلت الفريق يعجز عن هز شباك الشناوي الذي كان قائد حقيقي لفريق الأهلي في هذه المباراة. طبعا. طيب بالتالي عايز اتكلم على استعدادات الترجي لمباراه الاياب، وكيف ترى فرص الفريقين في التاهل للمباراه النهائيه بالتحديد بعد نتيجه المباراه الاولى. هو ما فيش شك انه الاسبقيه اصبحت للاهلي، لانه تصير مغالطه كبيره يا اما للجماهير الاهلاويه والجماهير الترجيه لو نقول انه الحظوظ لسه 50-50. لكن في كره القدم انت عارف امير انه لا تقبل يعني التخمينات المبكره، أكيد. خصوصا في مثل هذه الكلاسيكيات بين الاهلي والترجي، الماموريه صعبه جدا اصبحت على الترجي. معنويا الاهلي كسب نقاط كثيره من فوزه في رادس. الان كيفيه التحضير النفسي هي اللي باش تلعب دور كبير من جانب الترجي الرياضي التونسي. لا اعرف كيف سيتعامل معين شعباني مع الايام المتبقيه لتجهيز لاعبيه على المستوى النفسي، لانه اعلم جيدا انه الهدف الاساسي للترجي في مباراه الذهاب لم يكن الفوز فحسب، لكن الاهم من الفوز كان على الترجي ان لا يقبل اهداف في رادس، وهو ما لم يحدث. بالتالي سيصعب الكثير من الامور على الترجي، لكن لا استغرب ان حدث ريمونتادا جديده يعني للترجي. سيكون الامر صعب جدا خصوصا في في في, في القاهره ومع حضور جماهيري، بما انه علمت وانه 10,000 متفرج اهلاوي سيكون حاضر لسه مش بشكل رسمي لحد دلوقتي يعني. سمعت وانه الاتحاد الافريقي اعطى الموافقه في انتظار الاتحاد الافريقي، لكن السلطات المصريه لسه ما ادتش موافقه نهائيه بحضور الجماهير. تفضل. لكن لا اعتقد انه السلطات المصريه ستمنع فريق الاهلي من مناصريه في مباراه مثل هذه، ستكون مباراه مهمه وحاسمه للوصول للنهائي، خصوصا انه الاهلي يبحث عن التتويج العاشر في هذه المسابقه. لكن لا اعتقد انه المأمورية ستكون سهله، واعتقد انه الماتش العوده سيكون اصعب من مباراة الذهاب، لأنه الترجي ليس لديه ما يخسر في هذه المباراة، يعني سيلعب الكل مباراة أخيرة في الموسم، إما الفوز والتأهل للنهائي أو الخروج من دور نصف النهائي. وسيكون لو حدث الخروج أمام فريق كبير مثل الأهلي لن يمثل كارثة وطامة كبرى للترجي، لكن أعتقد أن المباراة بنسبة 60% الأهلي أصبح أقرب للنهائي، لكن 40% للترجي. ليس تفاؤلا وانما ايمانا مني بان لاعبي الترجي سيقومون برد فعل على الاقل من اجل ارضاء جماهيرهم، على الاقل لا على مستوى النتيجه، على الاقل على مستوى الاداء، ان نشاهد ترجي افضل من ذلك الذي شاهدناه في ملعب رادس.
بمناسبة جماهير الترجي، وأنا عايز أسأل على الشارع الرياضي التونسي وبالتحديد جماهير الترجي اللي هي أغلبية الشعب التونسي بيشجع تقريبا الترجي، كيف استقبلوا الهزيمة والإخفاق في المباراة الأولى؟ وهل الانتقاد تم توجيهه للجهاز الفني أم اللاعبين أم لأمور أخرى ممكن تكون بتتعلق بالمباراة؟ صحيح، الجماهير الترجيه يعني طبيعي جدا ان تكون غير راضيه عن اداء فريقها، عن نتيجه الخساره امام الاهلي في رادس، لكنها تعلم جيدا مدى قوه الاهلي، مدى عراقه الاهلي، مدى يعني تعود لاعبي الاهلي على مثل هذه المنافسات. يعني الاهلي حتى عندما يكون في اسوء حالاته يعني يعرف كيف يخرج من مثل هذه المباريات الكبرى. الترجيين صحيح كانوا ساخطين بدرجة كبيرة على اللاعبين في مرحلة أولى، على المدرب، يعني في شق كان غير راضي على اللاعبين لأنه في اعتقادهم أن اللاعبين لم يقدموا المردود المطلوب منهم. ثم هناك من انتقد المدرب معين الشعباني على مستوى الاختيارات، لأنه في بعض اللاعبين الذين لم يكونوا في الفورمة مثل اللاعب الليبي حمدو الهوني، أو يعني باستثناء بدران أو محمد علي بن رمضان، فأنه كان في سخط كبير على بقية اللاعبين. يعني ثنائي بدران برمضان هو اللاعب، هما اللاعبان الوحيدان اللذان ربما لقي استحسان من جانب جماهير الترجي. لكن من يعرف جيدا جماهير الترجي يعرف أنه هذه الجماهير تقف مع فريقها في الخسارة قبل الفوز، لأنه فريق الترجي في مناسبات عديدة قام بإسعاد هذه الجماهير، والجماهير تعلم جيدا أنه هذه معركة، الحرب لم تنتهي بعد، لأنه في مباراة عودة بين ظفرين إذا أحببنا أن نصف هذه المواجهة الثنائية بين الأهلي والترجي. هناك راوند 1 الآن فاز بها الأهلي، في راوند 2 في القاهرة أعتقد أن جماهير الترجي ستساند فريقها حتى دقيقة 96 أو 97 في مباراة العودة، علها تعود في المباراة، ولما لا تحقق المعجزة وبذلك يحقق ربما الترجي أول مرة التأهل من القاهرة بالذات أمام الأهلي، لأنه تعودنا في السنوات السابقة أنه الترجي يلعب في مصر ثم يلعب العودة في تونس، وهو عادة يعني ما يجد فيها صعوبات كبرى. هذه المرة يجد نفسه في وضعية مغايرة، رغم أنه التقدم كان للأهلي في مباراة الذهاب، لكن لا يجب أن ننفي حظوظ الترجي التي ستبقى قائمة، وأعتقد أن ردة فعل ستكون قوية على الأقل من جانب الأداء، سيكون أفضل بكثير مما شاهدناه في ملعب رادس. طيب، بحكم متابعتك المكثفة لفريق الترجي ومتابعتك لأفكار معين الشعباني مدير الفني لفريق الترجي، هل تتوقع الاستراتيجية اللي ممكن يلعب بيها مباراة الإياب؟ يعني هل مثلا ممكن، هو أكيد محتاج يكسب أو محتاج يجيب على أقل تقدير هدف عشان يتعادل مع النادي الأهلي، هل هيقسم المباراة لمراحل ولا هيكون نازل من أول المباراة باستراتيجية الهجوم ومحاولة إحراز الهدف الأول لا قدر الله يعني بالنسبة للترجي؟ هو هذا ما يريد الأهلي أعتقد في مباراة العودة، هو أن يبدأ الترجي مهاجما منذ البداية حتى تسنح الفرصة للأهلاوية لتسجيل هدف يطمئنهم نهائيا. أعتقد أن المدرب سيكون أكثر واقعية، وهو ما عاهدناه به في المباريات الماضية، لكن أتوقع أنه قد يغير قليلا في الرسم التكتيكي للترجي. قد نشاهد مهاجم ثاني، لأنه في هذا الموسم تقريبا نفس الطريقة التي يعتمد عليها معين الشعباني في كل المباريات، لكن هذه المرة سيجد نفسه في وضعية مغايرة، هي المباراة الأخيرة في الموسم، قد تكون الأخيرة له على رأس الترجي، لأنه في حالة الخسارة والخروج من الأهلي الكل يتوقع أنه معين سواء كان باستقالة أو بإقالة سيغادر الترجي. على كل، أتمنى أن تتواصل مغامرة معين الشعباني ومجدي تراوي، ثنائي شاب، ثنائي أحرز دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين، نذكر مرة أمام الأهلي ومرة أمام الوداد، يعني قام بشغل كبير، حرام أن يذهب كل ذلك يعني بسبب مباراة أو اثنين، ولو أنه في مؤاخذات كثيرة على الترجي خاصة في الشق الهجومي، وربما هنا المدرب لا يتحمل كل المسؤولية، لأنه الكواليتي للاعبين الموجودة في الترجي لم يعد هناك لاعبين من أمثال يوسف البليلي، طه ياسين الخنيسي غايب مثل ما تعرفون بسبب العقوبة الصادرة من الكاف. يعني على المستوى الهجومي افتقار الترجي لمهاجم شبيه بمايكل إيرامو من سنوات ماضية، أو يانيك نيانغ، خالد عبد الباسط، للأسف لم يعوض يعني هذا الثنائي في هذا الموسم، وكان بعيد كل البعد عما قدمه هذا الثنائي في السنوات الماضية في الترجي. إذن المشكل الهجومي هو المشكل الأساسي للترجي، الذي عليه أن
يفك شفرته، لأنه هذا الموسم إذا ما عدنا للأرقام الترجي حتى في الدوري التونسي نادرا ما فاز بنتيجة أكثر من 1-0، حتى المنافسين المباشرين يعني ضد النجم إيابا فشل في التسجيل، ضد النجم في كأس تونس فشل في التسجيل، أيضا ضد الإفريقي، ضد الصفاقسي، ضد بنجردان سجل هدف وحيد. يعني في صعوبة تجمع على المستوى الهجومي، أتمنى لكن أكيد أن يجد طبعا أكيد طبعا معين الشعباني عنده خبرات كبيرة جدا، وهيحاول بكل ما استطاع من قوة وتكتيك وأفكار أنه هو يحاول يلعب المباراة دي بالشكل اللي بيرغب فيه. في كل الأحوال نتمنى أن احنا نشوف مباراة كبيرة. يا بديع أنا بشكرك شكرا جزيلا، أستاذ بديع بن جمعة. العلاقة التي تجمع الأهلي والترجي وتونس أكيد. أستاذ بديع أنا بشكرك شكرا جزيلا، كان معنا عبر سكايب الإعلامي الكبير التونسي بديع بن جمعة. هروح لفاصل سريع جدا وبعد فاصل نرجع نكمل، يلا بينا.